مقدم الجمعية النور الفروسية ممثلي اسفي برئاسة العلم رشيد عليبة، شكرا لك مقدم وتحية متبادلة، والله يعطيكم السلامة دائما في مختلف المناسبات والمحافل. تبارك الله كان تقدم، تبارك الله عليك وتبارك الله على السربة ديالنا، شكرا المقدم إبراهيم إدليزا ممثل كردان الجمعية كردان التفوردة والتنمية. إذا مع جمعية الكردان التفوردة والتنمية برئاسة الإعلام إبراهيم إدليزا غادي يكون مباشرة المواعيد مع جمعية الفروسية برئاسة الإعلام حمزة الصبار ممثل عمل تكادير، ثم جمعية أيت الخمسة برئاسة الإعلام حماد ممثل سيدي إفني. إذا من بعد جمعية الفروسية برئاسة العلام حمزة الصبار غادي يكون مواعيد مع جمعية أيت الخمس برئاسة العلام حماد ممثل سيدي إفني. تبارك الله عليك مجموعة ديال المعايير كتحكم في الطلقة الموحدة على غرار طبيعة الحال الزي وكذلك الوقفة ديال الخيل، وهذا المجهود الكبير اللي كتقدم الصربة باش تحقق هذا النوع من اللوحات الفنية التاريخية وكذلك التراثية. سعادة جدا أن نحتفل بها بمدينة تردانت في شكر موجه لجميع المنظمة والداعمين والشركاء كذلك. إذا تبارك الله عليك المقدم وتبارك الله على الصربة ديالك، الله يعطيك السلامة دائما في مختلف المحافل. إذا من بعد جمعية أيت الخمسة برئاسة الإعلام حماد هبري ممثل سيدي إفني غيكون الموعد مع جمعية الخيل الفروسية برئاسة الإعلام عبد الكبير عوالة، من بعد منه مباشرة جمعية فرسان الكردان برئاسة الإعلام عيسى. تبارك الله عليك المقدم، شكرا لك، شكرا للقيادة الدولية كذلك المشاركين معنا، وما ننساوش كذلك المجهود التحية العمارة ديال الباروك اللي حاضرين معنا، مجموعة ديال الطاقة الشبابية. الرضا المقدم، الرضا المقدم، وهادشي علاش ما كنقول الله قرصه كانت في المستوى. تبارك الله عليكم، تبارك الله على ممثل مدينه تردانت. حضر الكريم اعطينا تحيه لممثل مدينه تردانت.
شكرا للمقدم هشام ايمن، شكرا لجمعيه فارس الخير، وانا نقدم لاعب بالسلامه والمحرم. نتمنى لكم التوفيق في هذه المسابقه الحبيبه. هذه المسابقه المواليه ممثله في الشيشاوه رئاسه العلام ابراهيم جمعيه اولمبيه عبد الله. نتمنى لكم التسجيل المقدم لسيده الاحبه والضريح.